هذا البرنامج برعاية مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الصحة والجمال الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. برنامج ساعة في بلدي برنامج صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات اللي بتقابل المصنعين والمستثمرين والمزارعين في الوقت الحالي. طبعا في حدث جميل جدا يا جماعة كلنا بنحبه، يوم كلنا بنحبه، يوم عيد الأم 21 مارس. بنحيي شعب مصر العظيم وأمهاتنا العظيمة يا جماعة، بنحييها وبنحيي يعني شعب مصر الواعي المحترم، يعني بنحيي كل أمهاتنا. طبعا عيد الأم يا جماعة احنا بنوصي كل الشباب وبنوصي يعني ان هم الأم دي حاجة تانية يا جماعة، يعني حاجة ما بتتكررش، يعني الأم دي حاجة يعني ما بتتكررش، الأم والأب بس الأم دي حاجة تانية. أنا بحيي أمهات مصر وبحيي أمي وبحيي كل أمهات مصر العظيمة وبحيي جيشنا العظيم وبحيي كل السادة المسؤولين اللي هم بياخدوا خطوات تجاه الصناعة. طبعا عيد الأم يعني حاجة جميلة جدا يا جماعة، في حاجة كده أنا بهديها، يعني غنوة جميلة بهديها لكل أمهات مصر، كل أمهات مصر اللي بتتعب وبتراعي ولادها وبتمشي بخطوات محترمة وبتاخد بالها من ولادها، يعني انا بحيي كل امهات مصر المحترمه. هنسمع الغنوه وهنطلع ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا زي ما شفنا الغنوة الجميلة اللي احنا بنهديها لكل أمهاتنا العظيمة المحترمة اللي هي بتسهر وشايلة همنا وشايلة، يعني أمهات مصر العظيمة يا جماعة، أنا بحيي أمهاتنا العظيمة وبحيي الشعب المصري وبحيي حضراتكم جميعا. طبعا برنامج ساعة بلدي بزور بعض المصنعين داخل المدن الصناعية وخارج المدن الصناعية. طبعا الأسبوع ده كان معايا أكتر من مصنع في أكتر من مجال، مجالات مختلفة جدا يا جماعة. يعني في الوقت الحالي بدأنا ناخد خطوات تجاه الصناعة بطرق جميلة جدا. في بعض المصنعين عندهم معوقات بالنسبة للعمالة، بالنسبة للمادة الخام، بالنسبة للخدمات، فدي يعني بيبقى أمرها بسيط يعني بتتحل، بس احنا بناخد خطوات ممتازة جدا تجاه الصناعة. طبعا كان ليها زيارة لمحافظة الدقهلية، التقيت بالمهندس صفوت محمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للتفريغ والدواجن. طبعا المهندس صفوت من الناس المميزة جدا يا جماعة، راجل خبرة، بدايته في المجال من سنة 1995، يعني بدايته من سنة 95 تجاه مجال الأعلاف، دي كانت بداياته، خد خطوات، اجتهد، يعني هو من الناس المجتهدة جدا
حضراتكم ايده بايد يعني بينزل على ارض الواقع بالنسبه لمؤسسه بشكل خاص، وبشوف مشاكل العماله بتاعته ايه. ما عندوش اي مشاكل. ليه؟ عنده اكتر من 30 عامل، يعني اكتر من 30 عامل براعيهم اكنهم اخواته، يعني براعيهم بالنسبه لمجاله. مجال عاوز ضمير شويه، يعني مجال التفريغ الدجيني عاوز ضمير شويه، يعني هو مميز جدا، يعني من الاسامي المميزه جدا. اهم المعوقات اللي بتقابله عدم ثبات الاسعار، يعني بيقول لي عدم ثبات الاسعار بيعمل لي مشاكل كتير. في حاجه تانية يا جماعه بالنسبه للكهرباء، عدم يعني الكهرباء غاليه، يعني بيقول لي بيجي لي فواتير كهرباء غاليه جدا، يعني بدفع مبالغ كبيره، دي برضو مشكله. بالنسبه للسمسار، هو المتحكم بالنسبه في الثروه الداجنه، هو اللي بيحدد السعر، فدي مشكله كبيره. ليه؟ السمسار يعني المفروض يا جماعه يبقى فيه تقنين بالنسبه للثروه الداجنه بشكل خاص، لان الثروه الداجنه حاجه محترمه وحاجه عايزه ضمير زي ما قلت لحضراتكم. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها بشكل خاص، وهنرجع لحضراتكم تاني. نعم، كان ابويا اللي دافع فلوسها الله يرحمه، يعني هو كانت البدايه، كنا شارين المزرعه بفلوسه، وبعدين بدات اشتغل بقى وربنا كرم. تمام. سنه 2000 كنا جماعه اصحابنا عملنا شركه، معمل شركه مع بعض. تمام. قعدت الشركه وهي شغاله لمده 10 سنين. تمام. هم الناس الثانيه بقى اشتغلوا وعملوا معامل ثانيه زي بتاع دي، وانا خدت ده بتاع ده انا واخويا واحد صاحبي. عامه عدم ثبات الاسعار. تمام. يعني مثلا تخيل مثلا كتاكيت مثلا تبقى ب 12 جنيه و11 جنيه وترجع بتكير ترجع ب 6 جنيه و2 جنيه و2 ونص. شوف فرق الفروق ديت. يعني لو الحكومه تثبت السعر طول السنه يبقى ثابت سعر الكتكوت، المربى هيشتغل وبتاع الامهات هيشتغل، هيكسب والمربى هيكسب وكده، وجوده المنتج بقى اللي هتيجي كل واحد يثبت وجوده. يعني مثلا انا كرب مربي امهات، لما كل الام الكتاكيت بتاعتي حلوه ومظبوطه ان المنتج هيتباع. تمام. انما للاسف في بقى الاسعار عاليه وواطيه وعاليه وواطيه، فالناس الصغيره هي اللي بتروح في الرجلين. تمام. يعني بتخسر. مين المتحكم يا فندم؟ المتحكم في الاسعار اللحوم شويه سمسره بيحددوا الاسعار. وانما الحكومه هي المفروض تثبت سعر اللحم، هي اللي تتدخل في سعر اللحوم وتتدخل في سعر الكتاكيت وتتدخل في سعر الخامات، لان الخامات غاليه. المستورد بيجي مثلا على فتة مثلا 8000 جنيه، ايه طن 8000 جنيه؟ احنا في سنه 2000 كانت طن الذره ب 450 جنيه، دلوقتي ب 5400 جنيه و5000 ونص. شوف تخيل، يعني احنا في سنه في التسعينات في اواخر التسعينات كده كنا بنجيب طن الذره ب 450 جنيه وطن الصويا مثلا ب 800 جنيه ب 800 جنيه و 700 جنيه سنه 2000 في سنه 99 و 97 وسنه 2000 كمان. تمام. المطلوب من الدوله ان دي صناعه كبيره قايمه عليها البلد وفيها ناس عماله كتير. يعني مثلا انت كمعمل هنا مثلا في 24 واحد، مزرعه الامهات بقى فيها 10 افراد بمهندس. تمام. العماله كبيره كتير جدا في البلد. تخيل مثلا لما بيقف
توقف العماره، توقف الصناعه دي يعني تنهار، الناس هتروح فين؟ مليارات. الحكومه المفروض تثبت الاسعار وتتدخل في كل حاجه، تثبت الاسعار، تثبت سعر الكتاكيت يا عم، تثبت سعر العلف. لكن متحكم السمسار، السمسار بيتحكم في كل في سعر اللحم. يعني اللحم من اسبوعين كان ب 30 جنيه في المزرعه، النهارده مثلا او امبارح ب 24 و22، حرام. نزول طبعا غير عادي. حساب مين يعني؟ يعني السمسار هو المتحكم في كل، بيتحكم في سعر اللحم. المفروض الحكومه هي اللي تتدخل في السعر، الاسعار دي المفروض تثبت الاسعار. يعني مثلا تثبت اسعار العلف، تثبت اسعار اللحوم واللحم، وتثبت اسعار الكتاكيت، وتسيب الناس تشتغل. اللي هيثبت وجوده بقى في الشغل الناس، يعني الواحد بيشتغل بضمير، اصل الشغل دي عاوزه ضمير برضه. اللي بيشتغل بضمير وبيشتغل صح ربنا هيكرمه وهيقف معاه ومنتجه هيمشي، واللي بيشتغل كده كده مش هيمشي. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس صفوت محمد من الناس المميزه جدا، المهندس صفوت محمد عبد اللطيف في مجاله براء ربنا يا جماعه، يعني بالنسبه لشغله بشكل خاص في الثروه الداجنه راجل مميز جدا. بقول للناس اللي هي بتلعب او الناس اللي هي متحكمه في الاسعار اللي هو السمسار، فهو بيطلب المسؤولين ان هم ينظروا نظره لبعض المصنعين ثروة الداجنة. بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا المرتبطة بالزراعة. طبعا الزراعة يا جماعة حاجة مهمة جدا، يعني الزراعة حاجة مهمة جدا بيقوم عليها دول. طبعا التقيت بالمهندس خالد عابد سلامة رئيس مجلس إدارة مصنع العدل لضرب الأرز. طبعا القطاع ده يا جماعه قطاع مهم جدا، يعني القطاع ده قطاع مهم جدا. الراجل ده بياخد خطوات ممتازه جدا بالنسبه لمضرب العدل لضرب الارز براء ضميره، مميز. ما عندوش اي معوقات، يعني ما عندوش اي معوقات. يعني اقول له ايه المعوقات اللي بتقابلك في مجالك في الوقت الحالي؟ يقول لي ما فيش معوقات، البلد زي الفل وباخد خطوات زي الفل وما شاء الله. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه ضرب الأرز، وهنرجع لحضراتكم تاني. وكان من الاساس تجاره الرز، فبعدين احنا طلعنا واحنا عيال صغيرين استعلمنا المهنه عن الاب، بقينا نروح المدرسه ونخلص نيجي على المضرب الاول نشتغل مع والده نشوف هو عاوز ايه، ونرجع بعد كده نروح نشوف المدارس والواجبات، وتورثناها من اخ كبير لاخ صغير، الاساس جد في اب في اخ، لغايه ما وصلنا لغايه حاليا دلوقتي اللي هو مضرب ارز العدل. تمام. حضرتك استاذ خالد كلمني عن المعوقات اللي بتقابلكم في المجال وبشكل خاص في الوقت الحالي، ايه المعوقات اللي بتقابل حضرتك؟ هو حاليا السنه اللي احنا فيها الموجوده دي في عندنا عدم توازن في السوق عامه بين سعر المستهلك، سعر الرز المستهلك، وعندنا بين اللي هو الاصل في الموضوع تجاره الرز ده الفلاح. السعر حاليا غير عادل للفلاح وغير مرضي للمستهلك، لان الحاله الماديه بتاع المستهلك ضعيفه بسبب الكورونا والامراض والعطل الشغل اللي احنا موجودين فيه. المنتج متكلف على الفلاح
اسعار عاليه، بيجي هو حاليا السوق قليل، الفلاح ما بيستفدش او مش عارف يستفاد من السلع، واحنا بدورنا احنا ده مضرور وده مضرور، الفلاح مضرور من سعر الرز الهابط، والمستهلك مضرور من قله امكانيات قله الماده الموجوده معاه، احنا التوازن ده مش عارفين بيجي على حسابنا احنا في صناعه الرز. ده الاساس بتاع المعوقات اللي تمام. ايه المعوقات الثانيه يا استاذ خالد؟ كلمني بشكل، ايه المعوقات الثانيه اللي بتقابلكم في الوقت الحالي غير الموضوع اللي حضرتك اتكلمت فيه؟ ما هو احنا السيوله مش موجوده مع المستهلك. تمام. الكميه الموجوده. تمام. بخليها الاقبال على الشراء قليل. تمام، لكن الرز موجود يا فندم؟ لا، الرز السنه دي والسنه اللي فاتت موجود وبيبات رز من سنه لسنه. الرز جالنا مستورد كان جه غالي، وكان عدم وجود وفره في الانتاج في السنه دي اللي هو 2019. دي لما استوردنا رز او لما الدوله استوردت رز خلت الاحتياط بتاع الرز موجود كتير. ده جه على حساب الفلاح. الفلاح بعد كده الرز متوفر في السوق من غير الفلاح. تمام. الفلاح طلع من الرز من ارضه، بدل مثلا هو متكلف عليه الطن 4000 جنيه او 3000 ونص على الفلاح، مش عارف يبيعه الا ب 3000 ونص، اصبح ان الفلاح متضرر. تمام. واحنا في المهنه بتاعتنا دي اللي هي في تجاره الرز، اذا كان الفلاح متضرر من الزراعه احنا ما بنعرفش نشتغل. تمام. لان العائد الاساس في تجاره الرز هو الفلاح. مرتبطين ببعض. مرتبطين ببعض، والاساس فيها الفلاح قبل مضارب الرز. تمام. قبل مضارب الرز وقبل المستهلك كمان. تمام. تمام. طب انا عاوز كلمه مهمه جدا من خلال حضرتك السيد وزير الزراعه، تقول له ايه يا فندم؟ بقول له اعتني بالفلاح، اعتني بالفلاح، اعتني بالفلاح، لان ده اساس ضرب القرص. عاوزين نعمل توازن بين تكلفه طن الرز على الفلاح وتكلفه بيع طن الرز من الفلاح، لان طول ما المعادله دي مش مظبوطه الفلاح مش مظبوط في عيشته، وزي ما احنا شايفين كلنا ان الامور مش مظبوطه بالنسبه للفلاح. تمام. بس في كلمه لمحافظ دمياط الدكتوره منى عوض، تقول لها ايه يا فندم؟ بقول لها صناعه، احنا هنبعد بقى بعيد عن الرز. تمام. تمام كده. تمام. صناعه الاساس في محافظه دمياط تدهورت، بمعنى تدهورت، ما عادش الشوارع ما عادش شغاله زي الاول، المصانع شبه مغلقه، النجارين سارحين ما همش عارفين يشتغلوا، صناعه الاساس في دمياط لا يرثى لها. طب ما جيت يا فندم دخلوا مدينه الاساس. اللي دخل مدينه الاساس يا فندم الناس اللي معاه فلوس، اللي اشترت مكان وورش ومصانع، انما انا بتكلم على الصنايعي اللي بيروح ياخد اخر الاسبوع 500 600 جنيه. تمام. اللي بيعيش عليهم هو واهله. تمام. ده احنا بنتكلم في ده. تمام. ده راح، ده مات. مات حاليا، مات في محافظه دمياط. طب ايه المطلوب من الدوله؟ المطلوب من الدوله فتح مشاريع او فتح تصدير. في طبعا عندنا خبراء في المجال ده عنني في الدوله هم يفهموا، بس احنا عندنا الصنايعي في دمياط مات، صناعه النجاره في دمياط مات، لولا ان احنا سلعه رز المستهلك ما يستغناش عنها كنا احنا بقينا زي تجار الرز، انما انا بنتج سلعه كل بيت مصري محتاجها، ولذلك ما بتموتش، ممكن تضعف او يعني تمرض انما ما تموتش، انما صناعه الموبيليا الاساس في دمياط بتموت، ودي حقيقه لو انت حضرتك مشيت في شوارع دمياط تحس باللي انا بقوله. اللي عاش حب يعلم. ورجعنا لحضراتكم من جديد، زي ما حضراتكم شفتوا المهندس خالد عابد سلامه رئيس مجلس اداره مضرب العدل لضرب الارز. راجل يا جماعه مجتهد جدا واخدها خطوات، بيقول ان الفلاح عنده مشاكل. يعني الفلاح عنده مشاكل بالنسبه لزراعه الرز بشكل خاص. بيتكلم على الموبيليا في دمياط. بيقول بعض المصنعين الموبيليا في دمياط عندهم معوقات. طبعا يا جماعه انا عاوز افهم الاستاذ خالد او اغلبيه الناس اللي هي يعني مش واخده بالها. في الوقت الحالي يا جماعه العالم كله، او في الوقت اللي فات وفي الوقت الحالي كمان، العالم كله بيشتكي من فيروس كورونا، يعني في معوقات كتيره في العالم كله. مصر ربنا حاميها، الدنيا ماشيه وزي الفل، بنستحمل يعني بنستحمل شويه، لكن الدنيا زي الفل في مصر، مفيش حالات كتير زي الدول التانيه، مفيش مشاكل، كل حاجه موجوده، ما عندناش نقص في اي حاجه، يعني الدنيا الحمد لله. طبعا الاستاذ خالد يعني احنا طبعا بنحييه لانه راجل وطني بحب البلد. هنروح لمجال اخر من المجالات المهمه جدا جدا، طبعا التقييد بشابين من الشباب المجتهده جدا
اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعة. يعني مثال لكل شاب محترم، أنا عاوز الشباب الكلام ده للشباب، يعني دول شابين حطوا ايديهم في ايدين بعض وفتحوا مصنع من المصانع المحترمة المميزة، عمرهم كله ما تعداش 25 سنة 26 سنة، يعني كانوا بيشتغلوا في التجارة، بدايتهم في التجارة، يعني بدايتهم في التجارة اتنقلوا من التجارة للصناعة، هم في إحدى قرى محافظة الغربية. الأستاذ محمد خليل والأستاذ عمرو الدميري شابين من الشباب المحترمة جدا اللي بياخدوا خطوات يا جماعة تجاه الصناعة. مصنع الماسة للطرح والمحجبات، شابين بداياتهم جميلة جدا يا جماعة، بداياتهم من 3 سنوات بس، بوزعوا في جميع المحافظات، مميزين، عندهم بعض المعوقات، يعني عندهم أكتر من 50 عامل، يعني 50 بيت مفتوحين، ما عندهمش يعني معوقات، اللي بتقابلهم معوقات بسيطة، زيادة أسعار المادة الخام، يعني هما بيتكلموا في أسعار ما فيش ثبات بالنسبة للمادة الخام، زيادة أسعار المادة الخام مرة طالعة مرة نازلة، فعاملة لهم مشكلة. الاستيراد، يعني استيراد المادة الخام من بعض الدول دي عاملة لهم مشكلة. العمالة، العمالة دي بقى هي المشكلة، كل ما بلتقي بأي مصنع في أي مجال ألاقي مشكلته الأولى العمالة. يا جماعة في مهن في الوقت الحالي بدأت تنقرض بسبب ايه؟ بسبب التوك توك، كله بيستسهل ما تبصش لقدام. طبعا انا بنصح الشباب اهو. الشبكات عندهم في قرية او في قرية هي هم في قرية تابعة لمحافظة الغربية او مدينة المحلة، محلة حسن، هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. حسابات ومعلومات، فطبعا خلصت كليه، خلصت جيش، خدت شويه كورسات وكلام من ده، بس ايه يعني انا كنت من صغر وانا شغال في التجاره. تمام. فربنا سهل، بدات بعد ما خلصت، يعني كان ربنا كاتب لي رزق ان انا ايه اشتغل في التجاره، ما اشتغلتش في مجالي، فربنا سهل، بدات انا وعمرو ومعنا شريك ثالث اسمه مصطفى، بدانا فتحنا المصنع هنا. تمام. ملابس جاهزه، قسم محجبات، وبدأنا نشتغل والحمد لله شغالين دلوقتي، بقالنا 3 سنين، يعني كنا بادئين من الصفر خالص، الحمد لله دلوقتي بقى لنا اسم، وبقى لنا اسم في السوق، وبقينا معروفين كويس جدا، وشغلنا معروف ومنتجنا معروف، وده بفضل الله طبعا. هو حاليا يعني من ضمن المعوقات اللي بتقابلنا، احنا طبعا يعني الفتره احنا موسمنا ثانوي، يعني احنا بنيجي مثلا في العيد الصغير بنصفي شغلنا كلام من ده، فاحنا طبعا من بدايه العيد الصغير اللي فات جه طبعا فيروس كورونا، وقفلنا الجو شويه وقفلنا التجاره شويه، فالدنيا مش كويسه لحد ما. فحاليا دلوقتي الاوضاع بدات تستقر شويه، فالدنيا بدات تشتغل وبدات تمشي، بس في مثلا معوقات حاليا دلوقتي، اسعار القماش زادت بطريقه فظيعه، يعني حضرتك مثلا سعر الكيلو من 80 ل 105 25 جنيه في الكيلو، كل ديت زيادات علينا، فطبعا بتقلل هامش الربح بالنسبه لنا، يعني انا مثلا لو بكسب مثلا سين مثلا في القطعه مثلا 20 جنيه او 10 جنيه، سعر التكلفه زاد عليا، فعشان طبعا ان اجي ارفع الزبون التكلفه اللي زادت في القماش ديت، فالزبون مش بيتقبلها، فبضطر انا اجي على هامش الربح بتاعي شويه عشان ايه نقدر نمشي الدنيا. تمام. تمام. فزيادات الاسعار حاليا دلوقتي، اذا كان المصري بسبب الغزل اللي داخل وكلام من ده، في زيادات، اذا كان مثلا شغل مستورد جامد جاهز من بره، ده برده جاي عليه زيادات، فطبعا مزود التكلفه معانا جامد،
فيعني الدنيا مثلا بدأ الفتره دي تتحرك مثلا بسبب عيد الام وكلام من ده, واللي احنا داخلين طبعا على الصيف وكده, فزياده الاسعار ديت هدت العمل شويه بالنسبه لنا. تمام. في السوق يعني السوق الفتره ديت المفروض اللي احنا نشتغل نتحرك يبقى في شغل بجد, موسم بالنسبه لنا المفروض الثلاث شهور دول من دلوقتي مثلا لحد العيد ده موسم شغل بالنسبه لنا, يعتبر اكبر موسم شغل بالنسبه لنا. فزياده الاسعار ديت جت الفتره ديت يعني وقفت لنا العمل شويه بس كده. والله كمادة خام احنا بنعاني من الحتة دي جامد قوي, لان احنا حتى في الوقت الحالي دلوقتي المادة الخام مثلا زادت زيادة عالية, او كل يوم اسعار زيد تزيد تزيد تزيد. الكيلو مثلا في القماش كان ب80 بقى ب105 و110 وما فيش توفير للمادة الخام, تجي تقول ده ما فيش وده ما فيش وده ما فيش, وكل ده بيقلل هامش الربح بالنسبه كانا صاحب مصنع. فباجي مثلا كنت بحط 5% بقيت بحط 2%, فعشان الدنيا تمشي برضه هي دي الحاجه اللي احنا بنعاني منها. مين المتحكم في زياده الاسعار؟ والله تحكم زياده الاسعار بيبقى من بره مش من عندنا هنا, يعني كتجار كبار مثلا بيجوا يستوردوا الجمارك بتزيد عليهم فبيبقى غصب عنهم, فده غصب عنه فلازم يزود من الماده الخام, فانا بزود وهو بيزود فالسحب بيبقى ضعيف. فالسحب بيبقى ضعيف واحنا بنمشي الدنيا, بدل ما انت شغال بقوه 10% بتشتغل بقوه 8% 7% عم الدنيا تمشي والموجه تمشي. تمام. طب ايه المطلوب من الدوله في الوقت الحالي؟ والله المفروض الدوله تبص للمصنع بصه كويسه, ان هو مثلا تشوف اللي يناسبه اللي يشغله اللي يطوره وتدعم فيه, محتاج فلوس تديله, محتاج المعوقات اللي بتقابله في الشغل ما قابلك في الشغل فبتسهل عليه شويه, يعني تسهل عليه في التجاره ان هو يشتغل برده ويزق الشباب وكله يتطور ويشتغل. العمالة برضو احنا هنا برضو العمالة مأثرة علينا شوية, بحيث ان انت مثلا البلد هنا 90% شغالين كمصانع وبيصنعوا, فالعمالة قليلة, حتى اللي انت بتجيبه وتشغله وتعلمه فأول ما بيتعلم ويشتغل بيطلع ويسيبك, فالعمالة برضو عائق بيقابلنا جامد هنا كقرية محلة حسن. تنصح الشباب دي؟ والله الشباب انا بنصح الشباب انه هو ما يستناش مثلا بعد ما يخلص دراسة ويقول لك اصل البلد مش موفرة لي, اصل انا عايز اتعين في الحتة الفلانية. اسعى واشتغل, وان جات لك وظيفة والله اشتغل, ما جات لكش وظيفة اسعى افتح مصلحة اتعلم شغلانة اتعلم حرفة والدنيا هتمشي وكله هيبقى تمام. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم شابين مثال لكل شاب مصري بياخد خطوات تجاه الصناعه. يعني عجبني جدا الاستاذ محمد والاستاذ عمرو. استاذ عمرو اتكلم في نقطه جميله جدا, بنصح الشباب ان هم ما يستنوش فرص عمل, بيقول ينزل واجتهد وتعلم حرفه وتعلم مهنه. عجبني كلامه جدا يا جماعه, يعني أنا عجبني كلام الأستاذ عمرو والأستاذ محمد, شابين ما شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا يا جماعة. التقيت بالأستاذ محمد أنديل رئيس مجلس إدارة مصنع الحرمين للواح الكهربائية, والتقيت بالأستاذ كيني زاهر مسعد. الناس دي في الصناعة من زمان, يعني الناس دي يا جماعة في الصناعة من زمان. الأستاذ تمام يا أستاذة. طبعا الصناعة يا جماعة حاجة مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم, يعني حاجة مهمة جدا جدا يعني زي ما قلت لحضراتكم. معانا الأستاذ أيمن. أستاذ أيمن لسه مش معانا. تمام. دول يا جماعة ناس بتاخد خطوات بطرق ممتازة جدا,
يعني بياخدوا خطوات بطرق ممتازة جدا جدا. ازاي؟ ناس بدايتها من تحت، يعني ما طلعوش لو الدنيا حلوة، اشتغلوا عمال في احدى المصانع، خدوا خطوات، في الوقت الحالي اصحاب مصانع، عندهم عمالة، عندهم بيوت مفتوحة. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. بالنسبة لما اتخرجت طبعا درستها صيانة، درستها قطع غيار، درستها تصميم، درستها شغل كبرة. فالحمد لله اللي انا حتى فاتني من الدراسة بتاعتي اتعلمت بره في المصانع كصنايعي. يعني ابتديت صنايعي في احدى المصانع. صنايعي كمان. تمام. اتعلمت من المدرسة، خدت الشفوي ورجعت طبقته عمل. تمام. وبعد ما طبقته عملي بدأت ان انا حبيت الحاجة دي. بدأت ان اني اشتري مكانتين وابتدي اصنع عندي في بيتي لحساب الغير. تمام. البدايات لحساب الغير. لحساب الغير. تمام. اخد الشغل اقفله واديه لصاحبي، اخد رزقي فيه بس. مصنعيه. فبعد لما خلصت الموضوع ده دخلت على مرحله تانية، ان انا دلوقتي خلاص طاقتي كملت، شغلي بدات انني اوفي في تعليمي، بدات ان اوفي في موديلاتي، بدات ان اوفي انني اقدر اصمم حته، اقدر اتميز في حته. بدات اشتغل هنا، جيت ادور لقيت نفسي الامكانيات هنا مش مساعداني. ازاي يا فندم مش مساعداك؟ الامكانيات هنا مش مساعداني، ان انا مثلا كل ما باخد خطوه، يعني مثلا خدت مثلا خطوه ان انا اشتري قماش. طبعا بدايه حياتي ان انا اشتري قماش، القماش دون لما بتبقى في بدايه حياتك بقى صعب عليك جدا ازاي تجيبه. تمام. ومحدش عارفك. تمام. لما انت تجيب القماش وتبتدي تصنعه وتبتدي تشتغل فيه، ويبقى مثلا السعر بتاعه مثلا وليكن 50,000 طن. تمام. واجي بعد ما خلص مثلا الطن بقى ب50,000، جيت ادور صنعته ونزلت السوق والتاجر خده وبدا يشتغل عليه وخلاص ظبطنا سعرنا. تمام. اجي بعد منها الاقي مثلا السعر طلع او نزل، عدم ثبوت الاسعار، انزله ازاي تاني؟ انزل الشغل ده تاني ازاي بنفس السعر؟ تمام. او لو نزل يبقى انا كده اتضربت، هستمر ازاي؟ تمام. عدم ثبوت الاسعار من الاثنين، هستمر ازاي؟ جيت قفلت مصنعي وسافرت بره. تمام. قعدت في ليبيا 14 سنة. تمام. خدت ولادي وسافرت بره واستقريت بره. بقى عندي هناك بدل المحل واحد واثنين وثلاثة واربعة. تمام. خدت خطوات. بتاعك. ملكي. تمام. انا اللي كنت بصمم الفنون الشعبية الليبية، كنت انا بصمم موديلاتها اصلا. تمام. كانت الجبة المغربية، لا الفرملة الليبية، لا الزبون، الحاجات دي انا اللي كنت بصممها اساسا. تمام. ولحد دلوقتي هم بيستخدموها هناك. بيستخدموها حاليا الفنون الشعبيه اللي حضرتك صممته هناك لحد وقتنا هذا بيستخدموه. من 2010 مثلا بيستخدموه لسه لحد 2021. لحد وقتنا هذا بيلبسوه، الحفلات بتاعتهم موجوده بيه لحد دلوقتي. تمام. السنه دي والسنه الجايه شغالين بيه، لان انا عملت لهم 20 موديل. 20 موديل. تمام. وبعد كده يا فندم؟ بعد كده ثبت حالي في ليبيا، نزلت هنا في سنه 2000. انا سافرت طبعا 2001، نزلت هنا سنه 2008. تمام. عملت مصنعي تاني وظبطت حالي تاني وجبت مكان تطريز وقلت اتخصص في المفروشات. تمام. اشتغلت في المفروشات لقيت برضو نفس المعوقات بدأت، يعني اشتريت عربيتي بدأت توزع لحسابي. عملت المصنع كان اسمه في الاول صبايا الياسمين. تمام. بتاع المفروشات كان اسمه صبايا الياسمين للمفروشات. تمام. عملت المصنع، العربية بدأت توزع لحسابي، التشطيب والدنيا كلها عندي في مصنعي، ما كنتش بحتاج اي حاجه من بره. تمام. كان اكتفاء ذاتي. لما انا اعمل كده واجي برضو في النهايه اقع في نفس المشكله تاني، نفس المشكله. تمام. الاسعار تطلع وتنزل، تقوم مضروب، ترجع تسافر تاني. الأسعار. ترجع تسافر تاني. تمام. سافرت تاني. سافرت في 2010، قعدت سنتين انا بعت كل حاجه طبعا بخساره تاني. تمام. وسافرت بره، انا ليا اسم بره اكيد، بنيت اسمي من مبني جاهز، بنيته جهزته، دخلت تاني اشتغلت ظبطت حالي، نزلت هنا سنه 2014.
2014 يعني حضرتك من 2010 المصنع قائم من 2014 2014 لا نزلت هنا بدأت أول حاجة صممت بيتي صممت حياتي صممت دنيتي بدأت إن أني أشتغل في الملابس بس اشتغلت أول في المكن استورد مكن وبيع مكن قطع غيار قطع غيار تمام وفتحت محل رجعنا برضو الموسم على الشغل عشان نايم ومريح ثبات الأسعار حاجة تطلع وحاجة تنزل الدنيا وقفت رجعت تاني قلت لا طب نخش على الملابس في الحاجة اللي الواحد فهم تمام. دخلت في الملابس تاني اشتريت عربية بتاعتي توزع شغلي تمام صممت مكاني وشغلي زي ماني بس ما صنعش اشتري وبيع تمام تشتري وتبيع تجارة يعني كتاجر تمام اخش على المصنع اخد الشغل اللي عنده احاسبه اخد الشغل ابيعه لحسابي تمام بس ده اللي كنت بدأت عليه اشتغلت في الكلام ده هو من 2014 ل 2017 2017 ورجعت للصناعة من 2017 2017 صممت مصنع تاني لان بدأت برضو الاسعار يعني تغلى بقالك اربع سنوات اربع سنين شغلت مصنع من تاني تمام بدأ المصنع يشتغل لان بدأت الاسعار تغلى تمام والتاجر مبقاش مستوعب السعر الجديد بدأت قلت لا نوفر بقى ان احنا نشتري من برة ونوسع المصنع نكبره علشان نوفر مبلغ بسيط نعرف نبيع الشغل تمام بدأت أضبط مصنعي أضبط حالي حساباتي البنكية الحمد لله تمام من يوم ما بدأت ومن يوم ما اشتغلت ما فيش ورقة شكلية بتقع تمام التزمت مع الناس بدأ لي اسم أنزل بيه وبدأت أتعرف بفلوس أخد شغل من غير فلوس أخد شغل الحمد لله التزمت مع الكل حضراتكم من جديد زي ما حضراتكم شفتوا يا جماعة الأستاذ أيمن سعد رئيس مجلس إدارة مصنع واي أند واي ده راجل مميز جدا يا جماعة في صناعته وتعب سافر كتير خارج مصر واجتهد وخد خطوات عنده عمالة عنده بيوت مفتوحة عنده بعض المعوقات البسيطة في المنطقة اللي قائم عليها المصنع بشكل خاص عنده مشاكل كده في الخدمات هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا طبعا التقيت بالمهندس كيني زاهر والمهندس محمد أنديل دول يا جماعة مصنعين من الناس المجتهدة جدا الأستاذ كيني بيشتغل في صناعة مواد التعبئة والتغليف اللي مرتبطة بالبلاستيك والأستاذ محمد أنديل مصنع الحرمين للوح الكهربائية مميزين جدا عندهم عمالة ما عندهمش معوقات المعوقات اللي بتقابلهم حاجات بسيطة جدا هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هما بياخدوها تجاه الصناعة وهنرجع لحضراتكم تاني أنا بدأت جيت من برة بدأت عامل في شركة الأمانة البلاستيك اشتغلت معهم يجي أربع خمس سنين بعد كده نزلت القاهرة اشتغلت صنايعي وشوية شوية يعني فجبت مكنة وبدأت بها وحدي شوية شوية شاركت إخواتي والحمد لله بدأ المصنع عند كل واحد عنده إخواتي دلوقتي مصنع السيولة السيولة النهاردة الشهرين دول الخامة زادت أكتر من 60% يعني أنا كنت بجيب طن الخامة مثلا ب 17000 18000 أصبح النهاردة ب 36 و 37 وناس بتتكلم بتقول لك 39000 طب أنا السيولة اللي معي مثلا لو 200000 ولا نص مليون أنت هتعوز تقدم 3-4 مرات تاني عشان تشغل نفسك تمام. عشان تشغل مكنة من الثلاث مكنات اللي تحت وبعدين السوق برضه لما أنت الأسعار لما ترفع فجأة كده انت ما بتعرفش تنافس بره لان الشركات الكبيره يبقى عندها بال 500 طن وال 1000 طن على اسعار قديمه لما تطلع الاسعار دي مره واحده هتنافس ازاي انت بتجيب الطن بالطن كل يوم بالطلبيه ما تعرفش طبعا ما تقدرش تنافس في السوق انا دلوقتي المكان اللي انا فيه ده مشتريه وده كان شركه متضامنه مع ثلاث اخوات ليهم ثلاث سنين بيرمع في الورق لسه ما خلص وانا مطلع سجل تجاري بطاقه ضريبيه عايز اطلع السجل الصناعي
ما ينفعش لما هم يخلصوا الورق بتاعهم عشان انا اخد الورق واعمل عقد واسجل ويبقى عندي سجل صناعي اقدر اجيب قرض من البنك استفيد زي الناس اللي استفادت. مش عارف لا لسه لما يخلص الورق النهارده في الجهاز راح الهيئه جي من الهيئه ليهم 3 سنين وبيرمعوا في الورق. صاحب المكان بيقول لي ان شاء الله الشهر ده يخلص. دلوقتي الطرق ما فيهاش اي مشاكل متهيألي على مستوى الجمهوريه الطرق حدث ولا حرج، يعني اللي اتعملوا في 3-4 سنين ما اتعملوش من 60 سنة ورا. تمام. يعني صراحة الكهرباء لا اتحسنت كتير دلوقتي، يعني لا في تحسن كتير قوي عن الأول خالص. تمام. المية ما فيهاش أي مشكلة، ما بتقطعش مية خالص هنا ولا كهرباء. ياللي عاش حبي يعلم كل جيل بعد جيل. الورشة الصغيرة ديت عملناها عندنا في البيت وبدأنا نشتغل، وهو جاب وبدأنا نجيب برضو معدات المكابس بتاعتنا وبدأنا نكبر، يعني يعتبر سنة بسنة كده يعني لحد الحمد لله ما اشترينا قطعة الأرض اللي احنا شايفها ديت وبنيناها وربنا سهل علينا واشترينا مكابس وبدأنا نكبر في المشروع والحمد لله وصلنا لمرحلة كويسة من الصناعة. يعني الارتفاع الاسعار طبعا انت لما بتشتري انت بسعر غالي، انت اصلا ليك سعر موجود لما موجود جوه في السوق. تمام. فانت النهارده عشان تشتري بسعر اغلى عشان ترفع السعر بالنسبه للناس ما بتقدرش ترفعه، على الاقل مثلا تاخد لما السعر يسمع خالص وتبتدي ترفع، انما في الفتره دي بتشتغل انت من يعتبر من حسابك الخاص، مش من حساب الناس، مش من مكسبك. تمام. عشان خاطر تقدر توفي بالتزاماتك برضو مع الناس، لانه طبعا هو برضو يقول لك برضو التاجر بيقول لك يعني فين على ما الزبون يقبل الزياده، الزبون لسه ما عرفش ان في زياده، فلازم نعرف الزبون في زياده، فلازم تودي له مره واثنين من الطلبيات اللي انت بتوديها بنفس السعر، انت مجبر ان انت توديها بنفس السعر. تمام. لحد ما ربنا يسهل عليك وتبتدي ترفع، انما بتاخد لها فتره مثلا بعد زياده الاسعار بتاخد لها مثلا من شهرين لثلاث اربع شهور بالكثير يعني. تمام. دي من ضمن المعوقات، يعني دي معوقات كبيره يعني. ايه المعوقات اللي بتقابلكم في الصناعه؟ والله النهارده الماده الخام عاليه، سعرها عالي، وفي ركود في السوق جامد، وطبعا دي مش متناسبه مع دي خالص. تمام. انت علشان النهارده يعني انت جات لك زياده في المواد الخام كلها، علشان تيجي تزود المنتج بتاعك عمرك ما هتقدر تزوده نفس القيمه اللي زادت عليك، فدي مشكله كبيره. يعني كانت المواد الخام متوفره، النهارده ما هو برضو اللي بيبيع لك الماده الخام دي مغلوب على امره وهو جايبها غاليه برضو، فعشان كده برضو بيزودها. كل المواد الخام انت مثلا عندك 5-6 حاجات بتستعمله مواد خام كلهم زادوا على الناس فبيزود عليك برضه، فانت عايز تزود برضه، السوق في ركود ما هوش قابل. انت النهارده انت شايف بتروح عند مثلا اللي انت بتورد له او اللي انت بتديله، بتروح تلاقي شغلك موجود عنده لسه، هتروح تقول له زياده ازاي؟ تمام. هتقول له زياده ازاي وهو عنده الشغل اصلا لسه موجود عنده وهو مش عارف يوزع. تمام. الدنيا يعني في ركود جامد. ياللي عاش حبي يعلم. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس كيمي والمهندس محمد انديل، دول يا جماعه ناس مصنعين جايبينها من تحت زي ما حضراتكم سمعتوهم، ما عندهمش اي معوقات، عندهم عماله وبيوت مفتوحه وناس بتراعي ربنا في شغلها وحاجه زي الفل، بالتوفيق ان شاء الله. هنروح لمجال اخر من المجالات المهمه جدا، مجال تدوير البلاستيك. يعني كان ليا زياره لمحافظه الدقهليه، التقيت ببعض المصنعين بالنسبة للتدوير البلاستيك، التقيت بالأستاذ طاهر أبو المجد رئيس مجلس إدارة مصنع أبو المجد للتدوير البلاستيك. على فكرة يا جماعة المهندس طاهر محمد أبو المجد من الناس المميزة جدا في التدوير، وراجل براعي ربنا، يعني هو قائم في منطقة سكنية عاوز ينقل من منطقة سكنية يخش مدينة صناعية، يا راجل عايز يكبر، عاوز يشغل عمارة أكتر. بدايته من 15 عام، يعني بدايته من 2015 بدايته
من 2015. طبعا التقيت بنفس المجال بالمهندس ابراهيم علي، يعني الاستاذ ابراهيم علي، مصنع عباد الرحمن لتدوير البلاستيك، من المصانع المميزه جدا يا جماعه، عنده عماله كتيره، يعني هو قائم في محافظه الدقهليه، مميز جدا في المجال بتاعه من 8 سنوات. اهم المعوقات اللي بتقابله زياده اسعار الكهرباء، زياده اسعار الماده الخام، التصدير، التسويق، الخدمات في المنطقه اللي قائم عليها المصنع عباد الرحمن. طبعا باذن الله الاسبوع القادم عندنا مواضيع مهمه جدا يا جماعه تتعلق بالصناعه والزراعه، مواضيع مهمه جدا جدا، لينا زياره لمحافظه الشرقيه الاسبوع القادم وهنتكلم في مواضيع كتير تخص الزراعه. هنشوف المهندس طاهر ابو المجد والمهندس ابراهيم علي، وباذن الله الاسبوع القادم نشوفكم على خير، وكل سنه وامهات مصر بخير. مع السلامه. بفضل من ربنا ان احنا كنا كنت سافرت ورا وجيت الحمد لله بفضل من ربنا ان احنا كنا كنت سافرت ورا وجيت وقعدت وجريت على المشروع دوت، ورحت جبت كساره ودرنا المشروع يعني، والحمد لله جبناها وشغالين بقالنا حوالي 7-6 سنين وبعمليه تدوير بلاستيك وشغالين الحمد لله. حضرتك كلمني عن المعوقات اللي بتقابلك في الوقت الحالي في الصناعه بشكل خاص. والله المعوقات على مستوى العالم كله مش مستوى مصر بس، المعوقات كلها دلوقتي على مستوى العالم بالنسبه للشغل، بالنسبه للخامه مش موجوده دلوقتي، وبالنسبه برضه للصناعه انها قليله شويه، يعني الطلبيات بتبقى قليله. بس مش مصر بس، بالنسبه للعالم كله يعني، وان شاء الله تتحسن باذن الله. باذن الله بامرك انت يا رب. حضرتك اثناء السكريبت قلت لي انا عاوز اطلع من المنطقه دي اروح منطقه ثانيه. على اساس ان كنا في الاول ما كانش في حواليا مساكن ولا سكان، وكل كانت المنطقه فاضيه وكنا شغالين، فالعمليه زي ما انت شايف دلوقتي حواليا سكان وبنا، وبرضه مش عايزين نزعج الناس اللي حواليا. تمام، بس كده، وعايزين عايزين مثلا نشوف مكان فاضي بره البلد يعني. تمام. او طرف البلد بعيد عن البلد شويه. تمام. حضرتك دايما الكل بيشتكي لي من العماله، يقول لي العماله فيها مشاكل، الشباب مش عايز يشتغل، بيجي يوم. لا والله الحمد لله الشباب موجودين وشغالين زي ما انت شايف اهوت وكويسين يعني الحمد لله بالنسبه للعمل. عندك عماله قد ايه يا باشمهندس؟ انا عندي حاليا 6 شغالين، وعندي حوالي 7 حريم او 8 عم بيشتغلوا عمليه الفرز، بس معاهم دلوقتي على اساس ان الخامه قليله شويه. تمام، يعني العماله عندك عدد مثلا 15؟ ممكن تكون 15. والله اكتر 15 باولادي. 15 يعني 15 بيت مفتوحين. 15 بيت، ويمكن لو الشغل زياده بيزيدوا. تمام، يعني بيزيدوا الشغل، اللي عايز يشتغل بيجي يشتغل عادي. تمام، مفيش مشكله. بدايتي كانت الاول شغل على حوض غسيل بلاستيك. حوض الغسيل عباره عن ايه؟ يعني عباره عن عماله بتغسل البلاستيك في حوض غسيل يدوي، شغل يدوي. لما طورنا شويه وجبنا لقينا خطوط غسيل نازله من الصين، فاحنا قلنا نعمل خط غسيل حديث شويه. فعملنا الخطوط اللي شغاله ديت اللي هو الخطوط الحديثه بتنتج معانا اكتر، وعماله بتاخد عماله اكتر، ولكن في معوقات بتقابلنا فيها. معوقات غلو اسعار الكهرباء دي رقم واحد، لان الطن عندنا بتكلف 1000 جنيه من واقع غسيل، احنا بنغسله 2000 جنيه للكهرباء، اللي بتاخد نص يعني نص الايرادات بتاعتنا بتروح للكهرباء، والعماله طبعا والشغل نفسه والكلام ده اهو. فاسعار الكهرباء زايد علينا قوي، والمفروض يعني احنا عايزين نتكلم فيها هي. فطبعا اول معوقات هي بتقابلنا معوقات الكهرباء.
تاني حاجة الخامات اللي بتيجي من بره بتيجي عليها ضرائب كتير وجمارك واشياء كتير بالنهايه، طبعا دي من ضمن المعوقات برضه اللي بتيجي من بره. يعني الخدمات متاحه بس هي ظروف الغلو الاسعار والكلام ده هو يعني هو المعوقات بتاعتنا دلوقتي، لان كان الاول ما كانش الوضع كده خالص. يعني الاول كنا بنعرف نكسب من الشغل لما نجيبه، دلوقتي اي مكسب بيتراجع لورا، ما احناش عارفين. يعني كنا شغالين 3 ورديات، دلوقتي شغالين ورديه واحده، كنا شغالين 24 ساعة بنشتغل لغاية الساعة 4 بس. تمام. فدي من ضمن المعوقات. طبعا في عمالة بنقعدها بتهرب مننا. تمام. من تحت ايدينا في الشغل. فدي كل ده من ضمن المعوقات اللي مقابلنا الوقت.